بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في سورة مريم: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. بينما في سورة الزخرف: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. نضبط التي في مريم: كفروا فيها راء نربطها مع راء مريم، مشهد فيها ميم نضبطها مع ميم مريم. فإذا ضبطنا هذا الموضع، الموضع الثاني في الزخرف يضبط بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة التبيان في ضبط متشابهات القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.